الأخ يسأل يقول: هل يقدم جهاد الدفع أم الحج؟ الجواب: لا شك أن الذي يقدم هو جهاد الدفع، فإن الحج أولا. الحج هناك خلاف بين أهل العلم في وجوبه على الفور أم على التراخي، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في العام العاشر من الهجرة. وأما جهاد الدفع فهو واجب على الفور، والمفسدة في ترك جهاد الدفع مفسدة عظيمة جدا، لا تقارن أبدا بالمفسدة في تأخير الحج، بالمفسدة المترتبة على تأخير الحج. فلا شك أن جهاد الدفع مقدم على كل شيء، مقدم على كل شيء، والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخ يقول: إن ظن أو إن غلب على ظن الرجل الشهادة فيموت ولم يحج، الجواب: لا حرج، طالما أنه عازم على الحج وعقد قلبه على ذلك فهو في حكم الذي حج، فيؤجر بنيته ولا يؤاخذ بذلك، لأنه قدم الذي هو أولى وكتب له الأجر بهذه النية الطيبة، ويكفيه الشهادة، والحمد لله، والله سبحانه وتعالى أعلم.